عليكم يا شباب، معكم حلقه جديده مع اي سي تيوب جيمنج. النهارده شباب هنلعب لعبه كلاش رويال للموبايل والعبها مره ثانيه. اعذرونا شباب، الواحد بقى مدمن اللعبه دي وقال لا بعد الجود الجديد ما نزل، قال لا يا معلم لازم يخش ويمسح. طبعا دخلنا مسحنا وجبنا كوس محترمه، والله الواحد مبسوط جدا والله بالجندي ده، ربنا يسهل يجيبوا بقى جنود ثانيه احسن واحسن واحسن، والبرابره دول بيتعلمهم الادب والله. فالمهم يا شباب انا دلوقتي دخلت التحدي التقليدي. طبعا يا شباب في التحدي ده خسرت معركه لان انا بصراحه طمعت في برجين فعشان كده خسرت. والنهارده يا شباب هتبقى هجمات لايف، اعذروني نزلت مره ثانيه كلاش شويه لان بجد من الصبح لحد دلوقتي قاعد بلعب اللعبه دي، وبصراحه بقت خطيره مش زي الاول، بقت احسن من الاول وبالذات بعد الجندي الجديد ما نزل. فهنعمل دلوقتي شباب هجمات مباشره وهنحضر له الشاهد القبر ده، ما تردش عليه اقول لك حظ الموافقة، اسكت ريح دماغك منه كويس. ان شاء الله يبقى 10 دقايق كلها حماس. يلا يا مساحل ننزل له شاهد القبر. هتنزل لنا ايه يا بطبط؟ الراجل ما بيردش. حلو، نزل البنت هنا. ماشي، ممكن انزل الكائنات هنا، هستنى شويه يا شباب. ماشي، هتنزله من لحق نفسه السوسه. ماشي كويس، ونزل المنطاد لغايه دلوقتي الوضع 10 على 10 تمام. اوه راح عند القبر كويس، المنطاد كده كله ساوند. طيب يلا عامل المنجم هيعرف يصد بالسويد. ماشي كويس، المنطاد ضرب ضربتين والشخصيه بتاعتي راحت. ماشي هنزل هنا بسرعه تمام، هننزل المقبره وهنستنى هنا، بعد كده هنجمد اشوف هينزل ايه. بعد كده نجمده له. ماشي هنجمد هنا يا بطل، بس كده يا سلام. اوه على حظك والله، حظك لعبه معاك حلاوه. ماشي بس خدنا من البرج شويه، هنستنى هنشوف التنين ده بعد كده هيحصل ايه. ماشي خلي التنين يضرب في البرج تمام، هنحط الخشبه دي هنا شباب كويس، خشبه ظبطت الاداء. وبعد كده هننزل مره تانية شاهد القبر. ماشي خلي التنين اخد من البرج كويس تمام. هنبدا بقى نركز مع الخصم ده لانه شكله مقرف، بس ان شاء الله ومعاك روت تانية اكيد مخبيه السوسه، هنشوف ميته ايه ربنا يسهل. ماشي هننزل السياف هنا، هو كده عايز ينزل المنطاد السوسه. ماشي برضو احنا ليه بالمرصاد، لازم نركز ونصحصح معايا يا عيال. يا مسح الواحد بدا يقلق. لا 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 ينزل الله ما يجيش، ما يعرفش يعمل اي حاجه كويس تمام. عرف يعمل ماشي المنطاد، هيعرف يعمل حاجه. اروح النار، البرج بتاعه تقدر تقول لا، البرج اللي هناك ان شاء الله هنركز عليه يا شباب. ايوه خلينا في البرج ده كويس، تجميد كويس، نزل الكائنات. يلا بقى انا جمد هنا بس كده 10 على 10. طيب يلا البرج ده ان شاء الله، يلا ان شاء الله ما يعرفش يعمل حاجه كويس، والهياكل كله صان. طيب والبرج طيرناه حلو كبدايه حماسيه كبدايه. اوه طيرنا برده البرج بتاعه جزء منه كويس. يلا بقى هنركز هنا شباب بقى قوي، نركز هنا ان الولد اكيد هيجي ينتقم، وضرب ذئب خد بالك ومعاه ذئب كده كده بدا يبين كروته كلها خلاص، ولا هيجيب ورا فربنا يسهل ان شاء الله تبقى في مصلحتنا. هننزل الكائنات ورا هنا، هتنزل التنين. ماشي هتنزل ده هنا، وبعد كده هنخلي نقرب بس شويه. ايوه ونعمل تجميد هنا شباب كويس، يا سلام عليك التجميد نفعنا 100 100 كويس. المنطاد ما يوصلش كويس، ما اعرفش يوصل يا شباب. هننزل هنا بسرعه ايوه كده يا معلم، اظبط الاداء. نزلنا الخشبه وهننزل له الكائنات هنا، ورب 100 100 ورب 100 100 وهننزله برابره هنا. عايزين نلبخ الولع، عايزين يحتاس في كذا مكان كويس، عايزين بقى ايوه ايوه تجميد بس كده. بطل بطل البرج دار تم الجلد بنجاح، وهننزله هنا ايوه بس كده، ونحط دول هنا بحيث ما يعرفش ياخد اي حاجه. وكل سنه وانت طيب، تم المسح بنجاح. طبعا شايف اول معركه خطيره، لسه هنلعب معارك تانية فربنا يسهل. فلو متحمس للبطوله دي بقى لايكات بقى وانفجارات، وعايزين شغل عالي لان الجيم بصراحه بقت حلوه قوي عن الاول بعد الجندي الجديد ده ما نزل. عايزين بقى واحد يكون معاه براب رولا. ها ورينا طولك، هلا خليك محضر شاد القبر يا عم، انت راكب طياره يا عم. واحد زي موتوسيكل راكب طياره، صداع كويس. يلا كويس سيبك، اوه ماشي الواحد يبين لنا الاستراتيجيه بتاعته لغايه دلوقتي. الوضع شباب 100 100 وفي مصلحتنا ان شاء الله. شوف بس هينزل معاه ايه تاني، بس هننزل دول كده استهبال، وهننزل السياف ورا يا مسهل. اهم حاجه ده ما يقربش من البرج يبقى مصيبه كويس. بيقرب لا هو احسن راح ناحيه الهياكل، هو ده اللي انا عايزه تمام. يروح ينفجر في الهياكل مش مشكله، نضحي بالهياكل. اوه ضحينا بيهم يا شباب كويس. اوه بيضربوا على البرج، انت بتنزل ايه يا انت بتنزل الخشب على الجندي ده، شكلك فاهم يا بطبط. اوه معاه نفس الجندي، لا جمد يا بطل جمد بس كده. ها بتستهبل كويس، الله هياكل واظبط الاداء. طلع غدار السوسه يا عيال، طلع غدار من غير ما يقول. حلو خدنا البرج بتاعه شباب،
ونزل هو ايوه خلوهم يخبطوا في بعض وجاي منزل له الخشبه المعفنه دي. ايوه يلا اظبط حالك. طبعا هي كانت في الاول معفنه، دلوقتي بقت كلها حماس، في ناس بتزعل عشان ما تقول الخشبه المعفنه. يا عم يا حته خشبه صغيره كده واسطوريه، بس بصراحه انا شفت بعد كده شباب منفعتها، منفعتها بجد خطيره. اوه ماشي انت كده اللي هتجنيت على نفسك، ماشي انا هندمك ان شاء الله. هنزل ده السياف هنا طالما رمى الكره الناريه، او لحق نفسه ازاي؟ شوف 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 انا هلبخك والله، هجيب لك دوخان في دماغك. كويس انا عايز البخ بس الولا، وعايز اندمه، كل حاجه هيعملها هندمه عليها ان شاء الله. كويس اوه بص بات وضربها برضه، والله بطل. بس اهم حاجه ندمناه على الكره الناريه اللي هو ضرب بيها عشان يحرب يعمل حاجه تانية بعد كده من غير ما يستاذن. ها عيب عليك خالص. كويس هننزل الهياكل هنا بس ان شاء الله ننضمه. يلا بقى ايوه هنجمد اهو اكيد. اوه معاه برابره، عيب عليك عيب عليك. ايوه نزل البرابره، كنت عايز اجمدهم دول. يا سلام معاهم. اوه دول البرابره تتمسح. البرابره اتمسحت البرابره اتمسحت. ماشي هنحط الجزع هنا بسرعه. يا سلام عليك ارواح النار راجل بطل. تمام بيردها لي برضو، عيب عليك برضو همسحك يا معلم، انسى مش هتعرف تعمل اي حاجه ان شاء الله. يلا يلا بس يضرب هنا. كويس برضو الكره الناريه برضو هندمه عليها ان شاء الله، بس هو دلوقتي معاه الا تمام. خلينا كده شويه شباب نستهبل، مش هنستهبل قوي، هننزل هنا ماشي نزلنا المقبره، وهننزل هنا التجميد يا معلم. كويس كنت المفروض انزله على الهياكل، يلا مش مشكله شباب. تمام الوضع كده كويس، وهننزل بس مش قوي عشان انا جمدت شباب الا ماشي. هنركز بقى قوي هنا لان اكيد الولا بقى هينتهي من تقام غبي، فعايزين نحط دول هنا. ايوه برضو ضرب الكره الناريه ماشي. قدامنا خلاص الوقت بيجري ماشي، هو الحل تجمد بس كده يا معلم. احلى حماس شفت الدفاع ده. ايوه حط هنا يا معلم اداء جيد، عيب عليك خالص. تعالى ايوه خش هنا. طبعا يا شباب زي ما انتم شفتوا انا غلطت غلطه، فاللي انا اصلحها هو كده مفيش حل تاني، لان انا غلطت ان انا جمدت الهيكل اللي معاه القنبله بقى. كويس اللي هو الهيكل الضخم ده او العملاق. كويس التحدي ده والله خطير يا شباب، والله خطير وهجمات كلها حماس. كويس حظ الموفق لما الواحد بيعيط بس كده. كويس هتنزل لي ايه؟ عايز اعرف بس هينزل لي ايه، لان الكروت اللي معاه قويه ما ينفع. شكله ناوي ينزل حاجه تقيله، بس يا ربنا يستر ما ينزلش كلب الحمم او ينزل منطاد، لان انا نزلت ده هنا والسيف. كويس لو هو نزل لي حاجه من دي فكويس. لغايه دلوقتي ما فيش اي رد فعل. هنزله المقبره هنا. ايوه بس كده خش على الهياكل. كويس هنعمل تجميد هنا شباب، وعرف يظبط حاله هو. تمام وماشي ماشي عرف ياخد اللي هو كويس الفارس عرف ياخد. كويس تمام ايوه. اوه كان نفسي يخش على الاكزير بتاعه يظبطه، بس شكله هينزل حاجه تقيله. ماشي خلينا معاه هنشوف نهايته ايه الراجل ده. احنا مركزين ومصحصحين معاه شباب. كويس اخدنا من برجو حوالي 500. اوه يا حلاوه يا اولاد. ماشي ده لازم نركز معاه جدا 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 باذن الله، ونزله العكس عشان ما اضربش في نفس البرج. ماشي باذن الله هندمه على الحركه اللي هو عملها دي. هننزل له السياف، هو كده صرف حوالي 9، ومنزل منطاد كمان قشط عليك. المفروض المنطاد يروح ناحيه المنطاد، ما راحش ليه؟ عمل تسريع كمان، عمل الغضب. ماشي 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 عمل نزل المنطاد السوسه. ماشي خير يا شباب ماشي ظبطها حلو. هو هياخد البرج، هننزل بس البتاع دي هنا. ايوه بس كده كويس ماشي عارف يظبط. دولا بصراحه لعبه كويس، والاكزير ظبط معاه ظبطه كويسه. تمام يلا موت دولا كمان. كويس هو موتهم. تمام هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. هننزل ماشي دولا هنا، هننزل الهياكل هنا، وعايزين ننزل تجميد. ننزل تجميد يا شباب. كويس هو صرف 9 بس عارف الصوت، شوف صد ازاي صد ازاي السوسه. كويس صار حلو اللعب بتاع قلب. تمام احنا مش هنعرف نعمل له حاجه حاليا. كويس هنحاول. تمام والجزير هو اللي ظبطك. ها ماشي يلا نحاول نظبط هنا المنطاد، هو اللي ظبطه ظبطه كويس. مش انا قلت لكم يا اما منطاد يا اما معاه المشكله معاه كلب الحمم، طلع ولا معاه معاه المنطاد. كويس هو بيخليني بيشتتني، انا عايز بقى اشتته شويه. كويس ماشي حركه القرع. تمام هنحط دي هنا. كويس هنحط المنطاد، بعد كده المنطاد هينفجر فهيضيع لي البتاع دي. ماشي مش مشكله نحط ده هنا. كويس نزل الهياكل، والله بطل ان شاء الله نقدمه شباب. ايوه بس هنحط دول هنا، عملنا تجميد ان شاء الله نطير له البرج بتاعه، وهنحط ده هنا. البرج طار، البرج طار. كويس حلو هنرجع ده هنا تاني، بس ممكن المنطاد يودينا في داهيه، بس ان شاء الله نظبط شباب الاداء. لا
يلا يا مسهل، يلا يلا يلا، ما وصلوش. هنزل بعد كده اكيد المنطاد السوسه. ماشي 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 ماشي، عايزين نجمد المنطاد بسرعه، نجمد المنطاد بسرعه. كويس، عايزين نجمد المنطاد. ايوه نزل، هو الغرب عيب عليك بس كده. وهننزل الهياكل هنا بسرعه، نلبخه والمنطاد ما يضربش. يا سلام، كويس ما ضربش. وهننزل بسرعه هنا 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 بسرعه بسرعه. لو معانا تجميد تاني، المشكله مش معايا تجميد. هننزل الهياكل، كويس الهياكل هيطيروا. لا ما لحقوش. ماشي هننزل الجزء هنا بسرعه. كويس، واخدوه من البرج السوسه. تمام، هننزل السياف هنا شباب. كويس، وهننزل السياف ماشي العكس. ماشي، هنجيب المنطاد هنا بس نسحبه على هنا يا معلم. كويس، وهننزل بقى هنا دول ايوه كائنات. وهننزل البرابره هنا. كويس، عايزين نوقف هنا يا معلم. 10 على 10، عايز ياخد برده البرج السوسه، ان شاء الله ما ياخدوش. يلا ننزل الهياكل هنا بسرعه. كويس كويس، ظابطين ظبطه كويسه. ويا سلام يا سلام عليكم لو تروحوا كلكم، والله يبقى والله خطير جدا والله تروحوا بس كلكم. عارف يصد. ماشي، نعمل تجميد هنا سريع، تجميد هنا سريع. وعايزين ننزل السياف هنا بسرعة 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 بسرعة. ناخد البرج ان شاء الله، ان شاء الله ناخد البرج، ان شاء الله ناخد البرج. يلا ان شاء الله يبقى من نصيبنا. يلا يلا مركزين على الغولم يا شباب، دي المصيبة. يلا يلا ضربة كمان، كويس ضربة ضربة ضربتين. يلا بقى، الله عليك والله، عيب عليك عيب عليك خلاص، عيب عليك. تمام يا شباب، جلدناه. بس بقول لك كان صعب، كنت انا هخسر علشان الغولم والجزير اللي معاه. برضو الكرة النارية مهمة، بس في الاستراتيجية دي ما ينفعش تستخدم الكرة النارية، لان هتصد حاجات معاك كتير. المشكلة اللي العيال معايا معظمهم نحس مش عارف مالهم. يلا حظا موفقا، وبنلعب دلوقتي في الماب الجديدة اللي هي الادغال دي، ولا معرفش اسمها ايه. ماشي، طبعا عشان انا دلوقتي في الاسطورية فما شفتش الماب دي، فدلوقتي عشان انا بلعب في البطولة. كويس، انا فرحان. ايه ناوي على ايه؟ لا ناوي على ايه يا خبيث؟ انا عايز اعرف معاه. كويس، هو نزل هنا، حلو نزل السياف برضو. احنا من هنا خلينا ماشي. عيب عليك انا كده، عيب عليك. قال اهو نزل عملاق. ماشي قشطه عليك، اوعى تجمد العملاق تبقى مصيبه. ماشي هننزل الكائنات هنا. تمام، الولا مقلق لسه، مش مقلق قوي. احنا عايزين بس ننزل الهياكل هنا شويه. تمام، كويس كويس، الكائنات هتظبط. كويس، والهياكل هتظبط ان شاء الله، والعملاق قاعد محتاس. تمام، رمى الخشبه هيخش على الناحيه الثانيه هنا. كل سنه وانت طيب. تمام، هننزل بقى هنا دي يا شباب عشان بس الوقت بيجري. عايزين بقى نعمل كده وهنجمد لو نزلنا. ايوه بس كده، شكرا ليك يا غالي، بطل بطل. نزل عملاق السوسه. ماشي نزل عملاق. تمام، والعملاق ما اتجمدش بس الهياكل ضربه فيه ضرب كويس. هننزل شاد القبر هنا، وبعد كده هننزل، ملهاش لازمه ان احنا ننزل على فكره الربره، ممكن ننزلهم استهبال. ماشي بس الارشر دول ما يعدوش. ايوه بس كده، مش عايزهم يعدوا. حلو، الولد بيعيط، ده انا هبكيك خلاص. معاك كمان البولر، مش تقول يا سوسه، مش قايل ليه يا سوسه عيل خبيث. ماشي، بس انا طيرت له الارشر، بس احتمال كبير ينزل لي مره تانية الميجا، مش عارف. طب احنا هننزل هنا بسرعه الكائنات، لازم نصد الهجوم بتاعه ده عشان ما يضربش. هينزل الميجا، ضرب زاب. حلو والله، حلوه منك خلاص زاب ده، انا هندمك عليه دلوقتي. اصبر على رزقك، ها عيب عليك خلاص. كويس تمام، يلا نزل بس سياف. يا ابني ما تبس يا ابني، اللي سيه طياره ده والله حاجه عجب يا جدع. سياف نازل، بعد كده هينزل العملاق السوسه. ماشي ننزل دي هنا المقبره. كويس، اوه شوف شوف معايا السوسه، ها كنت مخبي فيها. انا بس جمد هنا يا معلم، لازم نندمه على الحركه اللي عملها دي، ان شاء الله ندم جامد. كويس، البرج لازم تطيروه يا عيال. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، بس كده. يلا بقى الجزع يا معلم، انزل عليه، هنعمل تبادل جزع. كويس، والارشر برضو ضاع منه. كويس، هنحط هنا زي ما الواحد بيضحك. لازم تحرق دمه يا معلم. اوه برضو لحق نفسه السوسه. ماشي هنندمه برضو على الحركه اللي عملها دي، وهننزل دول هنا، وهننزل تجميد. اوه حلو، بس في ارشاء واحده ما مت... ماشي بس كده، يعتبر البرج بتاعه راح. كل سنه وانت طيب. تمام، البرج ان شاء الله في مصلحتنا شباب. حلو، بس ولا بيقرب، هيعمل برضو نفس الحركه الصاعق، هيعمل الصاعق. ماشي لو كده هنزل. ماشي حلو حلو، غدتش حلو، وضع 100 100 شباب. ننزل الجزع هنا بسرعه. تمام، الصد كويس، الصد كويس، ضيعنا الارشر، هو ده اهم حاجه. بعد كده هننزل ال كويس، بعد كده تجميد، وبعد كده كل سنه وانت طيب. خلاص كده الراجل يعتبر راح، تقدر تقول الله يرحمه. في واحده بس ارشره واحده بس هي اللي اعلى، بيضرب زاب عليا ليه كده؟ بس تدي نفسك فرصه. انا خلاص الجزع، وكل سنه وانت طيب، مع الف سلامه، توحشنا يا غالي. اوه الجزع كان عايز يرجع ورا شويه. لا لا لا، ان شاء الله يوصل. يلا يلا بس. الله يا رب، 100 100 حلقه يا شباب، اخر معركه
وباذن الله تكون معركه خطيره. يلا يا مساهر نخش المعركه الاخيره سبعه. طب بص عيب عليك، الاستراتيجيه ماشيه 10 على 10، بتخلي العيال بتندمهم والله بتندمهم، بس الواحد مع نفس خطتك لازم تشغل دماغك وتصحصح. كويس هتعمل ايه؟ عايز اعرف بس هيعمل ايه ده؟ لان البطاقات بتاعتي برضو قويه. ماشي هننزل له السياف هنا، طالما نزل هو السحر اكيد هينزل معاه مصيبه. احنا لازم نركز. ايوه بس كده، تعالى تعالى هنا خد الجزع بس كده يا معلم، هنلبسه الجزع بسرعه. تمام ماشي، الكائنات ماشي حلو لغايه دلوقتي حلو. شوف الحركه القرعه اللي عملها، بس الحمد لله عرفنا نصد الهجوم، بس صرفنا يا شباب. المشكله ان احنا صرفنا، هو دلوقتي معاه اكتر مننا، فدلوقتي هنقعد نخلي بالنا ونركز بحيث نجمع الجزير كويس. ماشي الحراس خلاص كده دراعهم وقعت، خلاص الشيرد اللي معاهم. اوه يا سوسه، ها ناوي تعمل على ايه؟ ها هو هيكون معاه زاب ان شاء الله. اوه شوف السوسه ده، انا ده بص بص بيخلي الحارس يضرب. ماشي ضرب على البرج ده، اكيد هيجي برضو يعمل نفس الحركه من البرج ده، فاحنا نخلي بالنا قوي. ضرب الزاب هو، خلي بالكم شباب معايا كويس. في واحد بيتفرج علينا تنور يا بطبط. كويس خلينا كده محضرين الشاد القبر لغايه دلوقتي الوضع 100 100. عايز بس ده يوصل بعد كده هفاجئه بالمقبره والتجميد يا معلم، هلبسه اسود ان شاء الله. طب نزلتها لي يلا كده متاخر قوي، يلا استنى كده. ايوه بس تجميد يا بطل، نحط الجزع ده هنا بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه بس 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 الكائنات المينون مع السلامه. وي كل سنه طيب تمام، بس ما خدوش من البرج قوي، بس شغال شغال يا شباب حلو. فضلت الوضع 10 على 10. هينزل ال هتنزل ولا مش هتنزل؟ بس كده هننزل الهياكل دي هنا تمام عشان ما يقعدش يستهبل وياخد من البرج شويه. ايه ده نزلها تاني، شكله معاه المرايه، شكله معاه المرايه والله. هو لا هينزلها مش انا لسه مموتها. ماشي هننزل شاد القبر، مش عارف هننزله ولا لا. ماشي ننزله ونحط هنا بسرعه الكائنات. كويس كائنات المنيو لازم تفكر صح يا معلم، عشان هو بياخد من البرج السوسه فلازم تظبطها صح. هننزل السياف هنا شباب، يا سلام والله بطل. بص الكائنات ظبطته طيارته مش الشيلات بتاعته. ماشي هنحط ده هنا بسرعه تمام، عامل لي مفاجاه. طب خد يا معلم البس بال برابره. كويس انا كنت عاملهم لك برده مفاجاه حلو. كويس خلي ولا يضرب زاب، هندمه ان شاء الله على الحركه اللي عملها دي يا شباب. زي ما قلت لكم كل مره بيعمل الحركه دي لازم يندم. كويس هننزل ده هنا. كويس عايزين بقى ننزل بقى الساحر، بس ما نزلتش للساحر الله. بس كده وي هنرجع دول ورا برده معاه نفس الحركه. كويس هنحط دول هنا وهنحط السياف هنا يا معلم. كويس يلا اظبط الاداء. كويس يلا يلا بس نخلص بس من عمل النيله ده اللي على دماغه. هنحط الجيش هنا بسرعه. كويس عايزهم برضو يحتاسوا. ايوه الكائنات بس كده هيضرب الزاب، ما ضربوش ضربه متاخر. يلا بس كده يا معلم، يلا بس كده اعمل بقى هجمه مرتده غبيه. يلا وهننزل دول هنا. كويس وهنعمل تجميد يا شباب، بس كده انا عايز بقى الهجمه دي نخلص منها. مش عايزين بلاش قله ادب وسفاله، بلاش قله ادب يا علا ها. شوف عشان بعد كده يحرم يهجم تاني ويسمع الكلام. طبعا يا شباب الحرف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنسناش بقى بلايك واشتراك ونشر، وتقول لي ايه رايك في الاستراتيجيه الخرافيه والله انت شفته قدامك. بص العيال بتمسحهم على فكره يا شباب، انا كسبت بطوله من البطولات دي وبالاستراتيجيه دي والله بعد الاستراتيجيه ما نزلت. فهنشوف مع بعض الكروت، هي دي تشكيله الكروت اللي انا شغال بيها حاليا والله جامده جدا، انصحكم بيها 100%. وما تنسناش بقى بلايك واشتراك ونشر للمقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد بقى يوتيوب جيمنج. يلا سلام.